قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بزيارة إلى مركز خدمات البر للاطلاع على جاهزية المركز لاستقبال موسم البر 2023-2024 والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمخيمين ومرتادي البر. وقد أشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال التنسيق والتعاون المشترك مع مختلف الجهات المختصة، وذلك بمناسبة بدء موسم البر لهذا العام، والذي أعلن عنه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وتخصيص جائزة مالية أسبوعية لأفضل مخيم في موسم التخييم لهذا العام. واطلع سمو المحافظ على مركز خدمات البر والمرافق والمرافق التي تم تجهيزها بالشكل الأمثل، والذي يتماشى مع حجم الخدمات التي سيقدمها للمخيمين لتوفير سبل الأمن والسلامة، مشيدا سموه بالجاهزية التي تتمتع بها الجهات الأمنية والخدمية في التنسيق الأمني والشراكة المجتمعية لخدمة موسم البر لهذا العام لضمان موسم آمن ومنظم، بما يعكس حرص الجهات الأمنية كالإدارة العامة للدفاع المدني والإدارة العامة للمرور ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للإسعاف الوطني وبلدية المنطقة الجنوبية للتعاون الأمثل طوال الموسم. كما اطلع سمو المحافظ على سير عملية التسجيل ومدى تفاعل للمخيمين من خلال مبادرة خيم الإلكترونية والمتاحة عبر تطبيق الجنوبية، والتي وفرت خدمة التسجيل والتعامل الإلكتروني بنسبة تصل إلى 100%، وذلك ضمن جهود المحافظة الجنوبية الاستثنائية في التحول الرقمي وتسهيل إجراءات التسجيل التي قدمت للمواطنين، حيث بلغ عدد المسجلين لهذا الموسم عدد 3387 مخيم، وارتفاع ملحوظ بنسبة 25% من إجمالي المخيمين. يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله، بمناسبة الإعلان عن موسم البر. وهذه التوجيهات الكريمة هي مصدر فخر واعتزاز لنا، والإعلان اللي تفضل به سمو الشيخ ناصر كان له أثر بالغ في نفوسنا. وأول ما تلقينا التوجيه، المحافظة الجنوبية استعدت للموسم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية ومع الجهات المعنية بالحكومة، والهدف الأساسي هو راحة وسلامة المواطنين. وخلال هذا الموسم المحافظة أطلقت العديد من الخدمات الجديدة، ومنها التسجيل الإلكتروني بنسبة 100% في المحافظة. جميع المعاملات إلكترونية وخاصة التسجيل والتواصل مع المواطنين، وهذه كان طبعا غير عن الأعوام السابقة اللي كان الحضور شخصي للتسجيل، أما الآن فالتسجيل أصبح إلكتروني، وشهدنا لله الحمد ارتفاع بنسبة 25% عن الأعوام السابقة. وكذلك المحافظة الجنوبية تنسق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية لضمان سلامة الجميع، ونؤكد بهذه المناسبة للمواطنين بأهمية الالتزام بالضوابط اللي حددتها المحافظة الجنوبية والإرشادات، إرشادات السلامة. وهدفنا هو تعزيز التواصل، وهدفنا هو وجود موسم آمن، فنرجو من الجميع أن يلتزم بهذه الإجراءات، وإحنا فاتحين أبوابنا لهم دائما. الإدارة العمليات والمراقبة المرورية تقوم بتنفيذ القانون وتنظيم الحركة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية بجميع الشوارع بمنطقة الصخير والشوارع القريبة منها، شارع الزلاق وشارع المعسكر. وأيضا إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور تقوم بحملات إعلامية وحملات توعوية تستهدف أفراد المجتمع ومرتادي البر. عملت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية متماثلة بشرطة خدمة المجتمع إلى وضع خطة أمنية متكاملة مدروسة خلال موسم البر، والهدف من ذلك تكثيف أفراد شرطة خدمة المجتمع من أجل تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية لجميع مرتادي البر، وتكثيف الحملات التوعوية خلال الموسم.
مديرية شرطة المحافظة الجنوبية على أتم استعداد لاستقبال موسم البر والتخييم، ومتم الإعلان عن عودة موسم البر والإعلان عن تاريخ بدء التسجيل. شاركت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية في العديد من الاجتماعات التنسيقية في المحافظة الجنوبية برئاسة سيدي سمو محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، وبمشاركة العديد من الجهات والإدارات المعنية، وتم وضع خطة عمل تكفل بإذن الله نجاح الموسم. ونفس ما نحن عارفين أن هذا الموسم جاء من بعد فترة انقطاع، فكان من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من المسجلين والمخيمات اللي بتكون موجودة بإذن الله هذا العام، متمنين من جميع مرتادي البر الالتزام بكافة الاشتراطات الأمنية والإدارية والتنظيمية والبيئية، والتعاون مع جميع المنظمين لسلامتهم وسلامة الجميع ونجاح الموسم بإذن الله. تؤكد الإدارة العامة للدفاع المدني بأن آليات الدفاع المدني بتكون بإذن الله متواجدة في منطقة التخييم طوال أيام البر. توصل الإدارة العامة للدفاع المدني كافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لضرورة اتباع كافة أمور السلامة والحماية في أثناء موسم التخييم، كتوفير الطفايات في داخل المخيمات والتجنب التخييم بالقرب من المنشآت النفطية والتأكد من التوصيلات الكهربائية.